الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم بإذن الله تعالى عن آداب قضاء الحاجة، آداب الإتيان للبول والغائط. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah milik bisa kita pergi Islam itu lagi teori. Bisa kita pergi Islam itu lagi teori. الآن الكفار ينظر إليكم كيف تصنع عند الاغتسال عند قضاء الحاجة. نعم. Kita oleh kafir oleh dan muslim oleh muslim yang sendiri kita oleh bisa bisa kita lagi usul dalam diri kita untuk kita lagi oleh Yesus. أنت داعي إلى الله شئت أم أبيت طالما أنك مسلم أنت داعي إلى الله وقد تدعو إلى الله بالفعل أكثر من القول. Kita oleh kau pun muslim pasal tak dah ini muslim untuk yang pura mana semua manusia. الآن عندنا آداب إسلامية عند قضاء الحاجة. يمكن أبي سلمت لي يعني الإسلام طلعت بشكل بسبب إني ملاك مني مطيع على ورثة اللي قالوا. تسمي قبل الدخول تقول بسم الله قبل أن تدخل. أما ما يعني ما تقول أنك نبيلا بسم الله الرحمن الرحيم. هذا إذا كانت الحمامات مبنية بناء لها باب. يوبين سنة بعدها سواء يوبين بعدهم وبيجي بعدهم بعدهم. وإلا إذا كان في الفضاء في الصحراء أو في الغابة أو في المزرعة قبل أن تنزع الثياب تقول بسم الله. هذه ما تقول أنك نبيلا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وعندما تنتهي وترفع الثياب أو تخرج تقول غفران. هذا سنة. لكن يجب عليك أن تستتر عن الناس لا يراك أحد وأنت تقضي الحاجة عند الاغتسال عند البول عند الغائط. فماذا تصنع؟ تدخل في هذه الحمامات تغلق الباب أو لا يراك الناس خلف شجرة خلف جدار. نعم. وإذا كانت منطقة لا يوجد فيها شيء يسترك عن الناس تبتعد. ترى إني من يستطيع من تعبون سيدا فكانوا من سلكي من سيدا كلا كوزر. إذا كان ما شيء ذاتي كذا حجر جاوز. لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها حال قضاء الحاجة. بس أقول لك لا. يعني كذا كذا ترفع مرة بينهم كذا كذا ترفع من كذا كذا. لا تقضي الحاجة في أماكن تؤذي بها الناس ولو كانوا كفار. يعني أماكن اجتماع الناس تحت الأماكن التي يستظل فيها الناس. نعم. كذلك لا يمكن أن تبول في الماء الراكد الذي لا يجري. نعم. كذلك لا تأتي الحاجة في أماكن تؤذي بها الناس. أي مكان تؤذي به الناس على لفظ تأتي الحاجة. نعم. لا تدخل إلى الحمام بشيء فيه ذكر الله القرآن الكتب الدراسية مثلا الحديث تنقطع عن ذكر الله حتى كلام الناس لا تتكلم به وأنت تقضي الحاجة إلا للضرورة انقطع الماء مثلا تطلب منه ماء فقط. لابد أن تختار مكان لقضاء الحاجة يعني مكان ليس صلب لأن المكان الصلب عندما تبول عليه قد يرتد عليك الرشاش البول. تختار مكان لين. نعم. إن لم تجد إلا أماكن صلبة سقوط تقترب من الأرض تدنو من الأرض
यदि तपाईले गलत ठाउँ भेट्नु भयो भने त्यसको जब काम छ त्यसको ठाउँ पिसाब गर्नु पर्यो भने तपाईँले नजिक भएर पिसाब गर्नुहुन्छ पिसाब गर्नु पिसाब गर्नु होला किनभने त्यसो गर्यो भने तपाईँको त्यो छिराहरू तपाईँतर्फ आउँदैछ في اماكن يكون فيها بعض الحيات العقارب نعم ايضا اذا انقطع انتهى البول الغائط ماذا تصنع اذا انتهى البول الغائط ماذا نصنع لا بد ان تنظف المكان إما بالماء أو بالحجارة المناديل الخرق أو تجمع بينهما لا إشكال نعم لكن يصح الاغتسال إما ماء فقط أو حجارة المناديل استعمال الماء واضح الله اعلم لا يحتاج الى شرح نعم استعمال المناديل الحجاره لا بد ان تكون طاهره لا نجس غير محترمة يعني لا يمكن أن نأتي ونمسح القبل أو الدبر بالمصاحف بالكتب الحديث ولا تكون طعام لا للإنس ولا للجن ولا لطعام الإنس ولا لطعام الجن نعم ولابد أن نستعمل ثلاث مناديل أو ثلاث حجارة أقل شيء لكن إن كان الحجر مثلا هذا الحجر كبير نستطيع أن نمسح مرة من هنا ومرة من هنا ومرة من هنا يصح لكن تمسح ثلاث مرات من نفس المكان لا يصح لأن المرة الأولى كان المسح على محل طاهر الثاني على محل نجس نعم إذا رجع المنديل جاف ليس فيه أثر بول ولا غائط معنى هذا أنه حصلت الطهارة यदि सफाई वाले मशीन यदि कागज उसले हेर्यो कि त्यसमा कुनै पिसाबको अथवा पिसाब पिसाबको असर छैन भने त्यसको अर्थ के भने उसले सफाई गर्छ اذا رجع المنديل في اثر بول او غائط معنى هذا ان الطهاره ما حصلت यदि कागज प्रयोग गर्दाखेरि त्यसमा कुनै पिसाब पिसाबको असर छ भने भन्दै छ भने त्यसको अर्थ के भने उसले सफाई गरेर हासिल गरेन पाकी हासिल गर्नु छैन تزيد منديل ثالث رابع خامس مسح هكذا حتى يرجع المنديل جاف ليس في اثر بول ولا غائط هكذا حصل النقاء حصلت الطهاره نعم لكن ان انقطعت النجاسه بعدد زوجي يستحب ان تزيد مسحه لتقطع العدد على عدد فردي يعني استعمل ست مناديل يستحب له ان يزيد السابع حتى يقطع على عدد وتري يدي مثلا كاغز من دي كاغز من دي دوسا لكن لو صفاي بتاعي كده يسكو صفاي خاصي يولا بقى برافو خايب ولا بقى برافو بس كلا كده مستوى صافي يولا دي كده صافي تو كده يعني ده ميتر مره بقى بيقول صافي لا يمس ذكره بيمينه يستعمل اليد اليسرى نعم طيب
يصح أن يبول قائما بالشرطين. أوبيرا بشرط الله. وإلا كان البول قائما لا يجوز. الشرط الأول أن يأمن أن العورة لا تنكشف، يعني لا يرى أحد. الثاني أن يأمن أن الرشاش لا يرتد عليه، رشاش البول. إذا توفرت الشرطين صح أن يبول قائم، وإلا يحرم على البول القائم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.